حضرتك دلوقتي خلال شهر 6 بإذن الله هيتم افتتاح الجزء الأول من المنطقة الترفيهية إن شاء الله مع يمكن مع نهاية الصيف أو قبل نهاية الصيف هيكون كاملة التشغيل. الغرض من التشغيل هنا إن إحنا بنحاول إن إحنا نبدأ المدينة تشتغل، لأن هي المدينة هتشتغل من خلال مجموعة من الأنشطة منها المنطقة الترفيهية. هتشتغل في الصيف ده مش كده؟ هتشتغل في الصيف ده فندم، يعني إن شاء الله خلال الصيف ده هتشتغل. وإحنا لازم برضو نبقى واخدين في اعتبارنا إن المدينة اشتغلت في نشاط آخر، وده الأهم بقى، هو نشاط الخدمات. يعني المدينة العالمين الجديدة في وظيفتها هي مدينة خدمية لوجستية، فهي مدينة بتقوم على خدمات زي الجامعات، فيها طبعا عندنا جامعة العالمين والأكاديمية العربية، وإن شاء الله هيكون في قريبا في مستشفى مركزي بتخدم سكان ناحية الشمال الغربي. صحيح، كان وزير الصحة بيتابع الأسبوع اللي فات أعتقد تقريبا. هي كل المشروعات دي مشروعات خدمية، الغرض منها هي بتخدم على النطاق المحيط دي مدينة العالمين. لأن المسألة مش مسألة بس إن إحنا الغرض مش إن إحنا نعمل مدينة مصيفية، لأن مدينة العالمين من الأساس الغرض الأساسي إن هي تكون عاصمة الساحل الشمال الغربي وتكون مدينة طوال العام. معنى كده إن مش هتقوم بس على الأنشطة السياحية اللي هي متمثلة في الشاطئ، لا، في عندنا أنشطة خدمية وفي عندنا أنشطة صناعية. يعني المعلومة بس صغيرة إن مدينة العالمين من إجمالي المساحة المخصصة للمدينة 25% منها أنشطة صناعية. 25؟ طب ده رقم كويس، نسبة كبيرة. هتكون في جنوب المدينة، وأوريدي دلوقتي حاليا بدأنا تم تخصيص المنطقة الأولى في المنطقة الصناعية اللي هي المرحلة الأولى، وده يقول إن إحنا بنحاول إن إحنا نعمل مدينة طوال العام متنوعة الأنشطة، هو ده الغرض الأساسي. طبعا بالإضافة بقى اللي إحنا ذكرناه، في عندنا مجموعة متنوعة من الإسكان، يعني زي عندنا مثلا في منطقة مخصصة دي إسكان اللي هو الفوق متوسط اللي هي منطقة الداون تاون، في مناطق إسكان اجتماعي متميز، منطقة سكن مصر، في منطقة للفيلات. فبالتالي هنا بنقول إن المدينة تلبي الشرائح الاجتماعية المختلفة كلها. بالضبط، سكن لكل المصريين، كل الشرائح الاجتماعية هتكون ليها نصيب في المدينة. بالإضافة للكلام ده كله، في عندنا طبعا المدينة نتيجة للموقع المميز للمدينة، فبالتالي هيكون في مدينة للتراث والثقافة، هيكون فيها أوبرا وسينما ومعارض. ودي أوبرا بالضبط، زي ما احنا في عندنا في ومسرح كبير بقى دكتور عبد الخالق. يعني هنا بتكلم على أوبرا، طبعا ده نشاط عظيم جدا، نشاط ثقافي عظيم للإبداع، وبتكلم على مسرح يقدم عليه حفلات، الجو ده أصلا بتاع الحاجات دي. بالضبط، يعني احنا زي ما في برضو أنشطة صيفية هتكون مرتبطة ب البحر، هيكون في أنشطة صيفية وأنشطة شتوية مرتبطة بالثقافة زي دور الأوبرا دور السينما والأوبرا والمعارض. وطبعا بالإضافة لكده طبعا الخدمات الروحانية أو الدينية زي المسجد والكنيسة، فكل دي منطقة للتراث والثقافة. الغرض منها إن هي برضو بنقول إن إحنا مش بنتكلم بس على السياحة الشاطئية، لا، إحنا بنتكلم على الخدمات بمختلفة حتى الخدمات الثقافية. احنا محتاجين نشوف ده بالكاميرا معاك بعد اذنك دكتور عبد الخالق، يعني نعمل جوله كده، نظبط مع حضرتك ميعاد ونعمل جوله بالكاميرا كده ونوضح للساده المشاهدين كل الحاجات العظيمه اللي حضرتك قلتها. تحت امرك يا فندم، في اي وقت ان شاء الله ممكن تشرفونا ونبدا نوضح لحضراتكم المشروعات اللي احنا بنتكلم عليها، مشروعات المرحله الاولى، لان دي مهمه قوي. برضو يعني احنا دايما في يعني اول ما هنقول العالمين بيجي في دماغنا على طول الابراج، انما هي العالمين دي صحيح. ما انا عشان كده، انا عشان الجزئيه اللي حضرتك قلتها دي، انما ده بند من البنود وابراج، ده الجزء الشاطئي، انما المدينه فيها انشطه كثيره جدا ومتنوعه، والابراج بتحتل جزء صغير من المساحه الاجماليه للمدينه. بنتكلم عن تكلفه كبيره، بنتكلم على استثمارات كبيره.
طبعا احنا بنتكلم على تكلفه كبيره لكذا سبب. اول سبب ان احنا زي ما حضرتك ذكرنا ان احنا في عندنا يعني انشطه متنوعه، بالاضافه لكده ان احنا مدينه العالمين هتكون من المدن الذكيه زيها زي طبعا مدينه العاصمه، العاصمه الاداريه. طب احنا ليه بنقول مدينه ذكيه؟ لان العاصمه الاداريه والعالمين مدن هيكون ليها يعني منافسه، مش بس دور على مستوى المحلي او القومي، لا ده هي ليها دور عالمي يعني.